السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة السيد أحمد المرزوقي أحد الضباط المشاركين في محاولة انقلاب الصخيرات التي وقعت عام 71 في المغرب، وأحد الناجين من سجن تزممرت الرهيب. مرحبا بك. أهلا أستاذ. توقفنا في الحلقة الماضية عند مشاهد التعذيب الرهيبة التي وقعت لكم بعد استسلامكم أو القبض عليكم بعد فشل المحاولة الانقلابية. المحاولة الانقلابية وقعت في 10 يوليو عام 71، بينما تمت محاكمتكم في بداية شهر فبراير عام 72، والرئيس في كتابه يقول أنها كانت في 31 يناير عام 71 الساعة 9 صباحا، كانت أولى الجلسات. في الفترة منذ فشل الانقلاب في يوليو أو استسلامكم في 11 و12 و13 أو الذين قبض عليهم بعد ذلك إلى بداية المحكمة، كانت فترة تحقيق وتعذيب كلها؟ لا، لم تكن فترة تعذيب حقيقة. أنا عذبت 3 أيام. أما في لما نقلنا إلى في القيادة العامة؟ في القيادة العامة لما نقلت إلى يعني ثكلة مولاي إسماعيل، كانت هنالك طبعا التخويف وكانت الإهانة. ثكنة مولاي إسماعيل هذه التي أعدم فيها الانقلابيون؟ نعم. وأيضا دفنوا فيها، هم دفنوا دون طقوس، العشرة دفنوا دون طقوس ومعهم الجنرال المذبوح وأعبابه في قبر جماعي على طرف ميدان الرماية، لا بين الرباط وتمارة. وتمارة. نعم. في هذه المنطقة دفنوا. نعم. بعدها نقلنا إلى القيادة العامة، إلى الإدارة العامة للأمن الوطني. يعني هنا كل البلد أجهزة أمنية، فإحنا بس وضح لنا عشان ندرك الفوارق بين الجيش والأمن والدرك الآن كتروا، يعني أيامها كانوا لا زالوا قليلين يعني. كنا عند الجيش. حقق الجيش معنا. نعم. بعد الجيش، هذه الثلاث أيام الأولى في التعذيب كانت عند الجيش. المخابرات العسكرية. نعم. بعدها نقلنا إلى كنت في القيادة العليا، أتي بي إلى المعسكر مولاي إسماعيل، حيث طبعا التحقت برفقائي بالضباط، بالأطر، بالضباط وضباط الصف. الآن التقيت مع زملائك. نعم. الذين شاركوا في نعم. كنتم تتحدثون مع بعض، تتكلمون؟ نتحدث مع بعضنا، وكنا وجوعنا تجويعا رهيبا، بحيث أن لم يعطنا الأكل إلا مرة في اليوم. وكنا يعني نطعم في القبعات العسكرية، قبل أن يضعوا الطعام في القبعة. نعم، قبل أن يعطونا الأطباق أو أواني عسكرية. المهم، من المعسكر بعد تحقيق والبحوثات إلى غير ذلك، من أبرز من لقيته من زملائك؟ كل أصدقاء كانوا، كلنا الأسماء، أبرز الناس، ليس الكل يعني. الأصدقاء اللي كانوا معي، الضباط، كان معي القبطان بالكبير، القبطان غلول، القبطان حميد بن دورو، قبطان يعني نقيب. ونقيب. هنالك الملازمون الذين كانوا سبقون بسنة، الصفريوي، الملازم الصفريوي، الملازم منصت، الملازم المنصوري. ماذا كان يدور بينكم من نقاش وحديث؟ طبعا عن هذا، ماذا سيقع؟ ماذا؟ لا، الانقلاب نفسه انتهيتم من الحديث فيه؟ لا، كنا نتكلم بنا، كنا نتكلم قبل وخلال وبعد الانقلاب. هل تكشفت لك في تلك المرحلة بعض المعلومات الجديدة؟ طبعا. ما أهم ما تكشف لك؟ مثلا هنالك من تحدث عن مقتل الجنرال الغرباوي الذي كان يرأس المدرعات، كان كيف مات؟ كيف مات الغرباوي؟ الغرباوي قيل بأنه ثبت على موقفه، وكان ملكيا، وكان يعني لم يلعب هنا وهنا، لم يلعب على الحبلين، كان واضحا في موقفه. أراد أن يقتل أعبابه، لما خطف سلاحا من تلميذ، في اللحظة الذي أراد أن يجز على أعبابه التفت على أعبابه وقضى عليه، أخف منه وقتله. قتله هو التلميذ. حكوا الكل، كان يحكي ما رأى. كنا ما الجنرال الذي تصدى لأعبابه في المتحف؟ الكولونيل لوباريس.
كان رئيس المظليين، هو الآخر ثبت على موقفه وكان واضحا. فلما دخل أخ أعبابه تصدى له وفتح ذراعيه يقول له ارجع ثوب إلى صوابك إلى أن تذهب، هذا قصر أعبابه ماذا تفعل؟ فحكى لنا بعض الأصدقاء بأن أعبابه محمد رشقه بالرصاص. قصص أخرى من التي سمعتها من أبرز الأشخاص الذين تم تصفيتهم أو قتلهم؟ بعض الأشياء التي سمعناها اللي سمعتها هو أن بعض الشخصيات السياسية بأن يعني العباب تعامل بنوع من الليونة وبنوع من الأدب مع الزعيم الراحل علي الفاسي رئيس حزب الاستقلال. نعم، ماذا دار بينه وبينه؟ قال بينه الفقيه علال لا تقلق أنا راجع إليك، وهذا أنا راجع إليك فسرت في معنيين، هل أنا راجع إلى تصفيتك أم راجع؟ يعني لم يكن أحد يفهم من طريقة حديث أعبابه هل سيقتله أم لا. أنت قلت أنه كيف قال له تفضل يا مون كولونيل ثم طلب منه، يعني لم تكن تستطيع أن تقرأ وجه الرجل؟ أبدا، لم يكن بميسور أحد أن يقرأ ماذا يدور في خلده أو ماذا سيكون تصرفه. يعني كما وصفه الرئيس فعلا كان هو الذي يعني يملك أن أقتل هذا أو أتركه أو دعه، كأن الناس كلها كانت معلقة بقرار طبعا في تلك أعبابه. في تلك الساعات الثلاث طبعا كان هو صاحب الأمر والنهي. بعد ذلك ما هل توقعتم مصيركم؟ لا، لم نتوقع المصير. كان أملنا الكبير هو أننا لم نكن ندري شيئا، كنا نتشبث بهذا الأمل ونقول ما دمنا جئنا في إطار مناورة وما دمنا كنا محكومين من رؤساء ومن ضباط سامين فالأمر ليس بيدنا، لو كانت هنالك طبعا محاكمة عادلة سوف يأخذ هذا بعين الاعتبار. هل تناولتم في نقاشكم تصفية الضباط العشرة الكبار ثم الكولونيلات الذين جيء بهم وأعدموا بعد ذلك؟ لا، كنا نعرف تصفيتهم. لم تكونوا تعلموا؟ كنا في عزلة شاملة. لم تصلكم أي معلومات أن هؤلاء الجنرالات تم تصفيتهم؟ لا، في تلك أثناء لم نكن ندري أي شيء، لا نعلم أي شيء. كان أحد من أهليكم يزوركم يأتي إليكم في تلك الفترة؟ كنتم في عزلة تامة. هل كان أحد من الضباط يتعاطف معكم أو يتحدث معكم؟ لا، أفتح قوس لو سمحت. كان ضابط كنا نسميه محامي الشيطان. كان أعز شيء لدي هو أن يأتي بتخويفنا، من يطلب في طلب فلان ويركبه فنقول بأنه ذهب للتصفية. وفي المقابل كان ضابط برتبة نقيب كان يأتي متسللا في الليل وجيوبه مملوءة بقطع الجبن وقطع السكر والتين والتمر وقطع الخبز، وكان كلما آنس غفلة رمى لنا بتلك الأشياء. هذا القبطان. كنتم تعرفونه؟ أعرفه بالوجه ولكن لا أعرفه بالاسم. يعني عسكري بسيط في القيادة العليا، كان كلما آنس غفلة كان يأتي متسللا وكان في جيبه كأس صغير كان يملأه وكان يشربنا الواحد الآخر. يا سلام. أما الآخر شربة الماء هذه بالنسبة لكم كانت تساوي الكثير. وكان في وقت القيد الصيف وعسكري برتبة قل كبران، يعني نسيت الاسم ديالو بالعربية، يعني يأتي بعد فوق الجندي البسيط. نعم. لازلت أذكر أمباشا في مصر. كان طويل القامة رقيقا أصلع الرأس، كان كلما آنس غفلة أتى وحدد فريسته وبالخصوص من الضباط الكبار فكان يضربه مجانا. كان يأتي، يعني هذا في داخله كان، يعني أنا شخصيا كسر لي ضلعا. يعني كان يضرب بعنف. كان يضرب بعنف وكان كي يعجبه ضرب الضباط السامون.
طبعا كانت فرصة لا يتيحها الزمن إلا مرة في العمر. أعتقد أنه كان ينتقم الأوامر التي كان يتلقاها. يعني أنتم عدد المتهمين كان 1081 ضابطا وصف ضابط وجندي وتلميذ يعني. هناك كان 200 مفقود بين المتهمين يعني، وردت أسماءهم كمتهمين لكن يبدو أنهم قتلوا أو صفوا بشكل ما. وقرأت في عدة مصادر أن بعض الجنود استسلموا بعد مقتل أعبابه وتم تصفيتهم في مذبحة جماعية. نعم. عندك معلومات عن هذا؟ نعم. طبعا حكى لي الأصدقاء لما فشل الانقلاب بقي جل التلاميذ متفرقين سواء في القيادة العليا أو في الإذاعة والتلفزة أو في الداخلية أو يعني هذه الأماكن تتواجد بقرب بعضها البعض. ضابطان وهما عبد العالي الصفريوي الملازم عبد العالي الصفريوي والملازم محمد منصت، لما جاء مقدم رائد رتبة كوموندو اسمه وايا، هذا ضابط كان مدير للدراسة في أهرمومو، إذا التلاميذ كلهم يعرفونه. نعم. وكان حديث التنقل من هرمومو إلى اللواء الخفيف للأمن الذي شارك في عملية القضاء على الانقلاب. نعم. جاء الكوموندوية على رأس واحدة وكان له مكبر الصوت، فكان ينادي على الطلبة والتلاميذ بوضع أسلحته وقال أباب غرر بكم. الطلبة انساقوا لهذا الأمر. لماذا؟ لأن وايا كان معروفا كانوا يحبونه، كان رجلا متدينا وطيبا، طيب دمة الأخلاق طبعا رجل. ووايا طبعا كان يريد أن يقلل من الخسائر. أنتوا كان معكم من المجموعة التي قبض عليها محمد أعبابه الشقيق الأكبر لأعبابه؟ لم يكن معنا في ما كانش معكم لا ما كانش معنا. عقا كان معكم؟ عقا كان معنا. كان معكم؟ نعم. عقا كان سمعت شيء من عقا؟ تكلمت مع عقا بصفته كان مقربا؟ لا حتى كنت أتكلم مع كثير ولكن لم أعد أذكر أي شيء. عرفتم في هذه الفترة هل دار بينكم حديث حول أن عقا هو الذي أجهز بطلب من أعبابه؟ لم أعرف هذه الأشياء إلا متأخرا فيما بعد. كيف بدأت محاكمتكم في 31 يناير عام 72؟ أولا البحث، قاضي البحث، وفي نفس الوقت كان المدعي العام و يعني قاضي التحقيق كان التحقيق هو المدعي العام، وشيء طبعا هذا منافي للمحاكمة العادلة. وعندما كان يتكلم هو الكولونيل بن عيادة، عندما كان يتكلم معنا كان يضرب على الطاولة، كان يصرخ وكان يسب وكان يطرح الأسئلة، وفي نهاية يقول على كل حال أيها الأنذال موعدي معكم في عمود الإعدام. طبعا يعني يدعي ويصدر. كنتم تردون؟ كنتم هذا نقول كلما أردنا بالإجابة فكان يضرب على الطاولة، وطبعا كانت لازمة هي أيها الأنذال موعدي معكم في كان في صحافة بتغطي المحكمة؟ كانت صحافة دولية ووطنية. من كان رئيس المحكمة وأبرز رجالات المحكمة الأخرى؟ كان القاضي بوعشرين عبد النبي بوعشرين والمستشارون كان كيف كان بوعشرين يدير المحكمة؟ كان كالمدعي العام، وأعتقد أن هنالك تسجيلات شاهدة بدون أن أزيد في هل كنتم تدركون أن الأحكام أعدت سلفا وأن ما يحدث هو عبارة عن مسرحية ستنتهي بشيء ما؟ أبدا. هل كان المحامون المدافعون عنكم يعني يحاولون يعني الدفاع عنكم باستمرار؟ كيف كان وضع المحامين؟ المحامون كفئات البشر، منهم كانوا البارعون، كان هنالك محام بارع. من أبرز البارعين من المحامين؟ أذكر الأستاذ عبد الرحمن بن عمر الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كان الأستاذ الفاروقي المرحوم الفاروقي، وكان الوزير العدل السابق المرحوم محمد بوزوبع بن سعيد،
كان كثير من كيف بنوا أسس الدفاع عنكم؟ وكان نسيت محامي يعني وسم المحكمة بمرافعة عجيبة لأنه أنهاها ببكاء، بكاء يعني حقيقة أثر في الجميع. والأستاذ بالقزيز لست أدري هل لا زال على قيد الحياة أم مات. الكل أشاد بمرافعته لسيما حينما بكى في النهاية. بكى في النهاية. هل تذكر شيئا من تلك المرافعة، من أهم ما قال فيها؟ الحقيقة أنه بدأ المرافعة بما مر به المغرب في الاستعمار، ثم تكلم عن حلم المغاربة، وقال بأن هذا الحلم قد أجهض. المغاربة خيب أمله، خيبت جميع أمله، وقال أنه وقع الكثير من إراقة الدماء، ثم التفت إلينا وقال هؤلاء إنما هم أداة غرر بهم، لم يكونوا يعلموا شيئا، لماذا تحاكمونهم؟ وقال كفى من سفك الدماء، اللهم قيض لهذا البلد وليا ينقذه، وأجهش بالبكاء وخرج يعني ترك المحكمة. أنا قرأت شيئا من مرافعته ومن مرافعات الآخرين، وكأن هناك كان محامون رجال يعني يحسون بالألم مما كان يحدث في المغرب آنذاك. نعم، واحد كان لا يفارقنا، وكان طبعا سبق له أن مر مما مررنا، نفس الزلازل التي مررنا، وهو المرحوم عمر بن جلون. نعم. عمر بن جلون كان طبعا كان يبدو عليه الكثير من الألم مما كنا. في 22 شباط فبراير 72 طلب المدعى العام بإنزال عقوبة الإعدام ب25 متهما منكم، والسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة ل26، والسجن 20 عاما ل25، ثم ترك الحكم على بقية المتهمين لتقدير المحكمة. في 29 شباط، يعني في خلال شهر واحد أو أقل من بداية المحكمة، صدرت الأحكام وكانت مفاجأة، فلم يحكم بالإعدام سوى على شخص واحد فقط، هو محمد الريس الذي اعترف بجريمة القتل للقبطان بجمعة، والتي أنا رويتها في حلقة سابقة. لكن محمد عبابو وأكا وعكا وعقا و74 متهما آخرين حكموا بالسجن المؤبد والسجن لمدة عام واحد، فيما برئت ساحة جميع الطلاب. كنت أنت من الذين حكم عليهم بثلاث سنوات؟ لا، بخمس سنوات. بخمس سنوات. كيف تلقيتم الأحكام؟ أنا شخصيا صدمت، لأن لم ينادى علي إلا مرة واحدة، وكان ملفي خاويا، لأن طبعا لم يشهد في أي تلميذ أو أي إطار أو بأني فعلت كذا إلا تلميذ واحد، وهو سبب خمس سنوات. هذا التلميذ أنا كنت نائم، كنت دائما أغط في النوم في المحكمة؟ في المحكمة، ولكي كنت أدخل إلى المحكمة أنا معروف أنام كثيرا، كنت أدخل في أسلم أمري لله وأنام. الغريب كان ابن عمي من الدركيين، اسمه عبد العزيز، كان من الدركيين الذين من يحرسون من الحراس، كان المحكمة. كان مساعدا يعني برتبة مساعد. وطبعا المحكمة كانت كان رئيس دركين هو الكوماندان العنيغري الذي هو الآن هو الجنرال. يعني حادثة كانت تقع، كان هنالك من المستشارين كولونيل اسمه الكولونيل الفاسي، كان يركز من أعضاء المحكمة، كان يركز علي كثيرا. لماذا؟ كان يراني أنام فيرسل ابن عمي يقول له هو لا يعرف أنه ابن عمي، لا يعرف أنه كل ذلك ليستفيق، كفى من النوم. والغريب عندما أستفيق أنا يعني يمر خمس دقائق فأراه ينام هو الآخر. عندما كنت أراه ينام كنت أغط في نومي وتابعني. يعني مصيرك سيحسم وأنت لست معنيا بالأرض. لست الواحد الذي كان ينام، غير أني كان يعني رغم كل هذا لم يحكم القاضي على شخص، على أي أحد بالإعدام. ويقال أن الملك غضب كثيرا من هذه الأحكام، لأن الملك كان يحب دائما أن تكون الأحكام قاسية وشديدة، ثم يتدخل هو ليعفو عن هذا ويمنح هذا ويخفف من أحكام هذا. سمعتم بهذا؟ سمعنا هذا فيما بعد. أما طبعا في السنة الأولى بعدما كلكم تلقيتم الأحكام وأنتم لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا.
محكمة عسكرية لا نقض لها. الغريب لكي أبرهن لكي أبرز نزاهة المحكمة أخذ كمثل الملازم عبد العزيز بن بين. عبد العزيز بن بين أبوه يشتغل مع الملك، هو رفيق الملك، هو رجل فقيه موسوعة من الشعر، ولا يستطيع الملك مفارقته، هو الفقيه بن بين. عبد العزيز بن بين كان ملكيا أكثر من الملك، كان ملكيا. وطبعا لما علم، لما رأى ما رأى في الصخيرات، أخذ سيارة وذهب إلى ثكنة المظليين وسلم نفسه وقال أنا ها هو ذا سلاحي، ها هي ذي خراطشي، أنا ضد الانقلاب. يعني لم يشارك على الإطلاق، لم يشارك، وحكم عليه بعشر سنوات. لماذا؟ من شهد عليه؟ من لم يشهد عليه أي أحد. الرجل كان واضح. إذن من الذي رتب هذه الأحكام وأعطاها للقاضي حتى ينتقل؟ لا ندري. هنالك، وهنا أذكر في المحكمة وقع شيء، وهنا نرجع إلى الحكمة الربانية. نعم. هنالك عناية ربانية. رجل اسمه رقيب العربي، كان من رتبة رقيب، لما استدعي استدعاه رئيس المحكمة، الإجراءات إلى غير ذلك الشكلية، قال له ما اسمك؟ قال اسمي الرقيب العربي. قال له من الذي نصب ليدافع عنك؟ من هو محاميك؟ وكان هذا الرجل متدينا، كان على أخلاق فاضلة، وكان محبوبا. نعم. فقال وصرخ صرخة أسكتت كل ما في المحكمة، قال الله. طبعا ارتبك القاضي، ثم أعاد السؤال ما المحامي؟ قال الله. قال المحامي رئيس المحكمة الله محامينا جميعا، ولكن أريد أن أعرف الرجل الذي سيحاكم، ولكن التزم بكلمة الله. فقال في نهاية المطاف المحكمة ستعين لك محامي سيدافع عنك. الغريب في الأمر حكم بالبراءة. لماذا؟ لأن ملفه أتلف، لم يجدوا له ملفا فأطلقوا صراحة. كان الله محامي. كان الله محامي. أين ذهبوا بكم بعد صدور الأحكام؟ بعد المحكمة أرجعنا إلى السجن العسكري. كلكم كنتم في سجن واحد؟ كنا في السجن واحد. معكم عقة ومعكم أعبابه ومعكم نعم الجميع. ولكن يعني مررنا بشهور لا أقول يعني يستحيل وصفها. صف لنا باختصار ماذا وقع لكم في السجن العسكري بعد ما أخذتم لتنفيذ الأحكام؟ في السجن العسكري ودعنا في زنازين ضيقة جدا، كل واحد مفرد ولا؟ كل في عزلة تامة، كل واحد في زنزانة. ولكن تلك الزنازين، ذلك السجن بناه الفرنسيون، وكان الهدف منه هو كسر شوكة كل جندي غير منضبط أو ضابط غير منضبط، يعني إذلال وتدمير. الإذلال والتدمير، لأن أقصى مدة للعقوبة كانت محددة هي 60 يوما. فوق 60 يوما يستطيع الإنسان أن يجن، ولكن نحن قضينا ثمة شهورا طويلة. كيف كانت المعاملة معكم؟ كانت المعاملة كيف منتهى الصرامة، بحيث كانوا يغلقوا علينا الشراب. كانت التجويع الرهيب، كان تجويعا رهيبا. وطبعا كما شرحت لك آنفا، وهو أن القبلية لعبت دورا مهما. كيف؟ يأتي شرطي فيبدأ في البحث عن ابن بلدته، من من فاس، من من مكناس، من وجدة، من أنا طبعا من سوء حظي لم أجد أي أحد من أبناء بلدتي. هو يقول لك وريني هويتك، ما أنت تقول له. ولكن بدلت جنسيتي للاستفادة. كنت أنا من مكناس، فصادف أن وجدت حارسا من مكناس كان يزودني بالأكل. ولما
أخذ يطرح عليه كثير من الأسئلة الدقيقة حقيقة طبعا، تبين له أنا لست من مكناس وأعرض عني. هذه الفترة يعني بعدما بدأتم تنفيذ العقوبة في فبراير، وقعت محاولة أخرى للانقلاب على الملك قام بها أفقير. هذه المرة أفقير منحه الملك كل الصلاحيات، أصبح وزيرا للدفاع وزيرا للداخلية وبيده الأمن كله. الملك بعد 3 أسابيع قضاها في قصره في بيدز في شمال فرنسا قرر العودة للمغرب في 16 أغسطس آب عام 72، يعني بعد 13 شهرا بالضبط من المحاولة الانقلابية التي قام بها المذبوح وأعبابه. كان في طائرة البوينغ 727 التي كان يقودها محمد قباج نقيب سابق في سلاح الجو. البوينغ كانت تحلق فوق تطوان، فاجأتها 6 طائرات F-5 أمريكية الصنع مغربية تنتمي لسلاح الجو الملكي، وبدأت 3 منها كانت مسلحة إطلاق النار على طائرة الملك، لكن الملك نجا. أنتم كنتم في السجن، لكن هؤلاء الطيارين وبعدما قبض عليهم جاءوا إليكم، ما هي الرواية التي وصلتكم عن هذه الحادثة؟ الحقيقة في هنالك بعض الأشياء الغريبة التي تقع للإنسان بدون أن يكون له يد فيها. نعم. فنحن كنا نأخذ قسطا من الشمس ذات يوم في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يفرج عنا. سرت أخبار راجت تقول بأنه سيطلق سراحنا قريبا. ولماذا؟ هنا بعض الجزئيات التي لها أهميتها. نعم. ذات يوم استدعي عقا وذهبوا به عند الجنرال أفقر. نحن بقينا ننتظر رجوع عقا لننظر ماذا قال له أفقر، وفعلا رجع عقا فقال لنا فيما قال بأن الجنرال أفقر قال له لما حكى له عقا القصة من أولها إلى يائها، قال له يا عقا أنا أكل شيء يمسح فيه، أنا هو تلك الفوطة أو المنديل الذي يمسح الناس فيهم أيديهم أوساخهم. ولكن لو علم المغاربة لكل ملك ولكل رئيس ولكل حاكم من يجعل الناس طبعاً يمسحون به الأوساخ طبعاً. لو علم المغاربة الدور الذي أقوم به لا بدلوا الرأي. هذا خلاق كلام عق نقل. فقال له قل لي ما اسم ابنك الأصغر؟ قال له عق حسن. قال له أقسم بالله وأعدك باسم حسن بأنك ستراه بعد شهر من الزمن. طبعا في جماعتنا لا يعدم الأذكياء، خرج من بيننا ضابط وقال أيها الإخوة بعد شهر سيقوم أفق بانقلاب من تلقاء نفسه. وطبعا أنتوا كنتوا تجتمعوا، أنتوا كنتوا في زنازين مفردة تجتمعوا في بعض الأوقات؟ طبعا بعد أن حكموا علينا بعد كانوا يخرجون. لم يكن بينكم جواسيس أو أناس كنتم لا، كنا نخرج إلى الساحات ونتكلم ثم نأخذ قسطا من الشمس ونعود إلى زنازيننا ويغلق علينا في المساء. نعم. قال أحد طبعا لم يعير أي أحد اهتماما. تذكر من هذا الضبط؟ لا يريد ذكر، يخاف كثيرا. هو لم يمر من تاز ممرت إلى حد الساعة يمر ويقول لي أحمد ارتفع ثمن البطاطس ولا يتوجه إلى بالحديث، كلما لقيته يسلم علي بدون أن يراني. طبعا كانت القضية بالنسبة إليه طبعا الناس يختلفون. نعم. وهو يعتقد يريد أن يعيش حياة بدون مشاكل سالما إلى النهاية. نعم. على كل حال مرة في ذات مساء ونحن نأخذ قسطنا من الشمس فإذا بطائرة تمر من فوق رؤوسنا، طائرة شكلها غريب مائلة نوعا ما، ورأينا مطاردات تطاردها.
أنتم شاهدتم طبعا هذا؟ كنا في السجن في القنيطرة، مرت فوق رؤوسنا، حلقت فوق رؤوسنا بكيفية. وفي المساء سمعنا من إذاعة ليبيا، أنتم كنتوا معاكم راديو، كانت ترانزستور طبعا في الخفاء، كنا نخبئه طبعا، كان محرما. وكنا نصل إلى إذاعة ليبيا فإذا بالخبر يقول بأن سلاح الجو قد قاد بانقلاب. الملك في كتابه ذاكرة ملك روى أن بومدين اتصل به بالملك وسأله عن الأمور وكذا، وقال إن القذافي طلب منه أن يمر سير بطائرات ليبيا ليصل إلى هنا ليدعم عملية الانقلابيين في محاولاتهم الانقلابية. والملك كان يعني العلاقة بينه وبين القذافي يبدو كانت سيئة، وكانت ليبيا سعيدة بهذا الانقلاب يبدو. لا طبعا كان ذلك واضحا من خلال ما كان يقال في إذاعة في إذاعة ليبيا. التفاصيل بعد ذلك كيف وصلت إليكم؟ التفاصيل تبعت من خلال طائرة الملك أصيبت في 5 مواضع، والحسن الثاني نفسه قال إن في ذاكرة ملك إن حسابات تكافل الأضرار التي تعرضت لها الطائرة أعطت قرارا لا يقبل النقد أن حجم حظ الطائرة من النجاة بعد الأعطاب التي أصابتها لا يتعدى نسبة 1 من مليار، وحدثت المعجزة ونجا الملك. هذا يعطي دليل أيضا، يعني التفاصيل كثيرة جدا في هذه القصة ربما نسمعها من شاهد آخر، لكن يعني كيف الإنسان إذا قدرت له الحياة لا يمكن حتى لست مقاتلات يطاردوا طائرة مدنية أن يسقطوها؟ هذا صحيح. بسؤال عسكري، ما الذي يعنيه أن 6 طائرات بينها 3 طائرات مسلحة تعجز عن إسقاط طائرة بوينغ 727؟ الحقيقة كما فسرها لنا الإخوان الطيارون لما كنا في هرمامو في تازمان مارت، هناك تقنيات، هناك الكثير من الأشياء الجزئيات التي تلعب دورا حاسما في مثل هذه الأشياء. فالجنرال أفقير حسب ما حكاه لنا الطيارون كان قد أمر بإسقاط الطائرة الملكية بمطاردة واحدة، لكن الكولونيل أمقران طلب منه التريث. أمقران هو قائد نعم القاعدة الجوية، نعم، لكن هو المفتش كان قبل أن يكون، بعد أن كان القاعد رئيس القاعدة الجوية أصبح يعني نائب مفتش القوات الجوية. نعم. قال له بأن يتريث شيئا ما حتى يستقدم بعض الروكيتات، بعض الأسلحة من أمريكا التي لا يمكن بتاتا للطائرة أن تفلت منها. ولكن أفقير كان على عجلة من أمره، هذا شيء، لأنهم استخدموا الرشاشات لم يستخدموا الصواريخ. ولهذا لما استعملوا الرشاشات كان الأمقران يريد أن يستعمل الروكيت، الصواريخ لا تترك مجالا للغلط أو ليه. فوقع ما وقع، وقام بوخاليف الطيار بوخاليف وعبد القادر الزياد، حتى أن الكوماندار كويرا أراد أن يدخل على طريقة الكاميكاز، أراد أن يدخل في بمطاردته في الطائرة، إلا في اللحظة الحاسمة قال له الملازم زياد تنحى عن الطائرة، فقد بقي لي ما يكفي من الرصاص لإسقاط الطائرة. هذه كلها طبعا، وكان لعب الحظ دورا كثيرا، وكذلك مهارة، لا ننسى مهارة الكوماندار، مهارة قبطان الطائرة، يعني كان طائرا طيارا ماهرا، هذه كلها لعبة. طبعا نزلت طائرة الملك رغم كل الأعطاب التي كانت فيها، ونجح الملك في الاختفاء، وذهبت طائرة أخرى لقصف القصر الملكي اعتقادا من أن الملك، وعمل الملك موكبا وهميا للتغطية، وذهبت الطائرات وقصفت، لكن هو اختفى في سيارة عادية لشخص آخر. في 17 أغسطس آب 72 أعلن عن انتحار وزير الدفاع والداخلية والرجل القوي في المغرب أنذاك الجنرال أفقير، وقيل أن أفقير نحر ولم ينتحر، وهناك روايات كثيرة أشارت إلى أن الجنرال الدليمي الجزار أو الشخص الجديد الذي عهد إليه بالأمن أو الممسحة التي تمسح فيها القاذورات الناس بعد ذلك كما أطلق أو كما سمى أفقير، هو الذي قام بتصفيته.
السؤال هنا هو الحسن الثاني كيف نجح في استخدام رجال مثل أفقير والمدبوح وأعبابه الدليمي بعد ذلك، سلط هؤلاء على الناس فنهشوا فيهم، ثم اتجهوا بعد ذلك لكي ينهشوا في الحسن الثاني نفسه. كيف يتحول الشخص على المثل العربي سمن كلبك يأكلك، يعني بعدما شبعوا في الناس؟ هناك روايات مرعبة كيف كان أفقير يعذب الناس منذ بداية الستينات إلى أن قام بمحاولة انقلابه، لكن كيف هم انقلبوا على الحسن الثاني؟ تفسيرك السريع. التفسير السريع، أعتقد أن هنالك شيء من الطموح وشيء من يعني وخزة الضمير. الضمير الإنساني لا يموت أبدا، الإنسان يعذبه ضميره أعتقد من هذا الباب. هنالك طموح وهنالك محاولة رد الاعتبار لنفسه ولأمام الناس. بشكل سريع عن أفقير حتى المشاهد، شخصية أفقير شخصية غامضة، قتل في العام 72 أو انتحر في العام 72، وهناك فجوة كبيرة والناس لا تعلم الكثير عن أفقير رغم ما كتب عنه عدة كتب. زوجته بعد ذلك كتبت كتاب وابنته كتبت كتاب، لكن شخصية أفقير نفسه، هناك صحفي فرنسي اسمه كلود كليمن كتب سيرة لأفقير وهو كان ضابط فرنسي سابق هنا، يقول إن أفقير كان أباه قاطع طريق وتعلم من أباه كيف يعني يحز ويعذب الناس حتى يستخرج ما عندهم. كان في الجيش الفرنسي، شارك في الحرب العالمية الثانية وكان أحد ضباط الجيش الفرنسي، تلقى وسام الصليب صليب الحرب بعد عامين قضاهما في الهند الصينية، وقتل في إيطاليا، قاتل في إيطاليا وفي الهند الصينية. الحسن الثاني يقول أن أفقير فرض عليه وعلى أبيه، وأن أفقير هو ميراث أبيه. حينما سئل كيف وضعه قال أنه حينما عاد هو مع أبيه من موريشيوس بعد نفي محمد الخامس وعودته، وجد أفقير في استقبالهم في المطار وأصبح بعد ذلك وقال إنه إرث من أبيه ورثه من أبيه. رفق الحسن الثاني حينما كان ولي للعهد. هل لقيت أفقير أو التقيت به أنت؟ لا على الإطلاق؟ لا على الإطلاق. كيف كانت سمعته وسيرته لديك؟ طبعا كضابط في الجيش كان لما كان في وزير، لما كان في وزارة الداخلية الكل كان يعرف عن أفقير. ماذا كنت تعرف؟ كان يهبه الناس، كان الناس كان طبعا تعرف شيئا عما كان يعذبه عن طبعا كنا نسمع عن دار المقري وكنا نسمع الكثير من مراكز التعذيب، هذا الكل يعلمه. ولكن أفقير لما عهد إليه برئاسة الجيش يعني استحسن الجيش تعيين أفقير كوزير للدفاع. الجيش هو الذي استحسن الضباط. استحسن الضباط، يعني أقول عندما أقول الجيش لأنه طبعا حل كثير من المشاكل العالقة عند الجيش وتقرب كثيرا إلى الجيش وتقرب إلى الطيارين إلى غير ذلك. المهم قام بكثير من الإصلاحات لما جاء إلى. هل بهدف أن يسعى للانقلاب الذي رتب له أم لأنه كان غير راض عن الوضع؟ لست أدري. لكن شخصية أفقير أيضا، يعني أنا سأروي بس شيء بسيط جدا من أشياء كثيرة جمعتها عن شخصيته. أنت تحدثت عن دار المقري، في أحد الذين عذبوا في دار المقري وهو ضابط سابق اسمه مؤمن ديوري، اتهم في مؤامرة سنة 63 وكتب كتاب سماه بلاغ إلى طاغية، ونقلت مصادر كثيرة عن هذا الكتاب منها أيضا جيرل بيرو. أنا سأروي مشهد أو مشهدين وأرجو أن يتحملهم المشاهدين أيضا، لكن ليكتشفوا شخصية أفقير. يقول مؤمن ديوري: خيل إلي أني في قاع بئر، طرقت مسامعي تنهدات مستمرة وصرخات متأوهة وسعال وأصوات نساء ورجال وأطفال، كنت مستعدا أن أدفع أي ثمن لقاء أن أعرف ما يحدث حولي. أخيرا رفع الحارس العصابة عن عيني، غلالة سوداء تموجت بضع لحظات أمام عيني، بدا لي أنني أرى كائنات بشرية معلقة من أرجلها في السقف ورأسها إلى الأسفل. فكرت أن عيني قد غشيتا لانتقالهما من الظلمة إلى النور خلال دقيقة، وستعود رؤيتي واضحة وسأجد هؤلاء الأشخاص جلوسا أو وقوفا. للأسف لم يكن ما رأيت خطأ أو خديعة، فالصورة حقيقية فعلا، جد حقيقية.
رجال ونساء مقيدون ومعلقون في السقف بكلاب حديدي ربط إلى حبل، وعلى الأرض أطفال يرفعون رؤوسهم نحو أمهاتهم وآبائهم وهم ينتحبون وقد أدناهم التعب والبكاء، وجوههم الصغيرة متسخة بالدموع والمخاط يسول من أنوفهم. لا عمر لهذه الكائنات الصغيرة التي بدت قريبة من الاحتضار، لهؤلاء الأطفال الراكعين أو الجالسين القرفساء في برك من الدم والقيء. رائحة رهيبة منة صعدت إلى حلقي، شعرت بالغثيان والرغبة في القيء بدوري. منذ كم من الليالي والأيام يتخبط هؤلاء في هذا المكان؟ قرأت هذا بالفرنسية. هناك صورة أخرى. يقول مؤمن ديوري أنه رأى أفقير يقتل رجل مطافئ من الدار البيضاء، هو لحسن المقاوم السابق الذي يعرفه جيدا. كان لحسن معلقا في السقف من قدميه. تقدم أفقير والخنجر في يده وشق بطنه فانطلقت أحشاؤه، وبضربة أخرى قطع الحبل. سقط لحسن على الأرض، تحطمت فقراته الرقبية. حمل الحراس الجثة، كانوا يدفنون الموتى عند جذوع أشجار البرتقال في الحديقة. مشهد ثالث وأخير. قتل أفقير أمام ديور النقيب صقل من القوات المسلحة الملكية أحد قضام المقاومين. قطع وجهه إربا، مزق شفتيه، ثم قطع إحدى أذنيه، فالأذن الأخرى، ثم جدع أنفه، أخيرا غرز خنجره في عنقه. ثم قال أفقير لديوري: هذه هي الدرجة السابعة، تلك التي لا يخرج أحد منها حيا. ثم حول وجهه ليتقيأ. هذا الوحش الذي أطلقه الحسن الثاني ليفعل ذلك في الناس، كان من المؤكد أنه سينقلب في النهاية على سيده. هذا ما قلت لك ربما وخزة الضمير أو نوع من الطموح. الطيارون حكموا بنفس المحكمة التي حكمتكم. نعم. بعد ذلك قبض على عشرات من الطيارين، لكن عدد المتهمين في محاكمتكم كان ما يقرب من 1200. نعم. الطيارين كانوا يزيدون عن 200 فقط. نعم. بقليل. صدرت الأحكام في 27 نوفمبر 72، حكم بالإعدام على أمقران وقويرة وسبعة آخرين من الطيارين بالأشغال الشاقة على 32 وبالرئة ساحة 172. سبع طيارين أعدموا يوم وقفة عيد الأضحى. عيد الأضحى. كيف تلقيتم هذه الأخبار؟ تلقيناها في صباح العيد. كانت العادة، جرت العادة أن يفتح الحراس عين أبواب الزنازين لنأخذ قسطا من الشمس ونخرج إلى الساحة للتمشي. في تلك الصبيحة فتحوا علينا الأبواب، وجاء بعض معتقلي الحق العام الذين كانوا يفرقون علينا الماء فشرعوا يقولنا البقية في حياتكم. كانوا متأثرين جدا. وتلك الليلة شعرنا بجلبة وبأشياء غير عادية. طبعا لم يكن أحد يعتقد أنهم سيعدمون، والكل كان ينتظر أن يعفى عنه ليلة عيد الأضحى. في الإعدام الأول قيل أن العشرة الذين أعدموا في محاولاتكم أنتم، قيل لهم إذا قلتم يعيش الملك قبل الإعدام سوف يعفى عنكم. يقال أنهم قالوا، لكن أنا في الروايات، في روايات مختلفة قيل أن أحدهم فقط هو الجنرال حمو هو الذي قال يعيش الملك، بينما الآخرون امتنعوا أن يقولوا هذا. قيل أن الملك ساومهم وأن أرسل إليهم من يساومهم أن يعتذروا، لكنهم رفضوا الاعتذار وقبلوا أن يموتوا على أن يعتذروا للملك. صحيح معلوماتي؟ هذا ما سمعت. هذا ما سمعت. وقيل بأن الجنرال حمو كان عبارة عن ملحمة، كان في مخيلة الشعب يعني بطلا
من الأبطال للنظر لما قام ما أبان عنه من شجاعة مذهلة في الحرب الهند الصينية إلى غير ذلك، حتى أن كثير من الأساطير نسجت عنه. فهذا قيل بأن الملك أراد أن يجرده من هذه السمعة وأن يجعلهم يموتوا جبناء. نعم، أن يقول عاش الملك. وبدليل أن الكولونيل الشلواطي الذي على تقول الروايات بأنه صفعه الوزير السابق أحمد العراقي، فبصق عليه، رد عليه الصفحة بالبصقة وقال له: لا زالت البربرية ستلد حرا، يعني لن يعدم البربر أمهات ينجبن رجالا. أنا بحاول دائما في مثل هذه المواقف أن يعني أدخل إلى أعماق الجوانب النفسية. كانت نفسيات كثير من الناس، من الطيارين، من الذين قاموا بهذه الأشياء، يعني مليئة بالتحدي ومليئة بالصمود ومليئة بعدم الذلة رغم كل ما تعرضوا له من تعذيب وإهانات. طبعا لا أدل على ذلك من الموقف الذي وقفه المرحوم أمقران وكويرة حين قالوا عنهم كثير، قالوا برئوا هؤلاء. وفعلا هؤلاء فقط لأن الملك قال الحراب الذكية، نعتهم بالحراب الذكية الذين زودوا الطائرات بالذخيرة لم يكونوا يعلموا أي شيء، بحيث أن في محاكمتهم جاء مستشار الملك أحمد رضا الديرة ووضح هذا الأمر إنصافا له، إنصافا للتاريخ. وكانت بينه وبين الملك جفوة في هذه اللحظة، جاء كمحامي ورافع عن بوخاليف وقال للمحكمة: إن المحكمة سترتكب جرما إن أدانت هؤلاء، هؤلاء أبرياء. ولكنهم رغم ذلك المحكمة تأثرت بقول الملك لما وصفهم بالحراب الذكية فحكمت عليهم بثلاث سنين سجنا. هل تبدلت المعاملة لكم في السجن بعد المحاولات الانقلاب الثانية؟ بعضكم كان قد أمضى مدته ممن حكم عليهم بسنة وسنة ونصف وسنتين وخرجوا من السجن تقريبا. لا، بقيت الأمور على ما هي عليه، بقينا نستفيد. هنا أشير طبعا أريد أن هنالك كثير من الجزئيات التي لها أهميتها، كنا نستفيد من اللقاءات ومن مع العائلة والأسرة، حتى من تعاطف بعض الشعبي يقولها. ولكن إخوان الطيارين ظلوا في عزلة تامة عن عائلتهم، لم يحظوا لا بزيارة ولا بأي شيء، وحشروا مع الناس المحكومين بالإعدام، كانوا في جناح الإعدام، ولم يكن أحد يتوقع أبدا أن يعدم. في الوقت الذي كان ينتظر الجميع أن يكون هنالك عفو شامل، فإذا بنا نفاجأ بخبر إعدام اليوم. والذين أعدموا كان يوم عيد الأضحى. عيد الأضحى مثل السابع من أب أغسطس عام 1973 يوما فارقا في حياة المتهمين في كلا المحاولتين. الذين بقوا أحياء أو الذين بقوا في السجن، ما هي الأحداث التي سبقت هذا اليوم بشكل أساسي؟ في مستهل شهر أغسطس من 1973 أطلق سراح الفوج المحكوم عليه بسنتين. طبعا كان وداعا أليما. لماذا؟ لأن الأصدقاء الذين أفرج عنهم كانوا مثلنا، فقط لعبة حظ، هذا أخذ 5 وهذا 3 وهذا 10. فطبعا كنا نضع مكاننا مكان كان نقول لو قدرنا نحن، كنا محظوظين وخرجنا. في هذه راجت أخبار مفادها أن الإخوة الطيارين سينقلون إلى جناحنا، جناح العزلة الذي كنا فيه. طبعا فرحنا، سنرى أناس آخرين، وجوها أخرى، وستكسر من الروتينية المقيتة التي كنا نعانيها في السجن. وفعلا في المساء جاء بهم وحلوا محل الأصدقاء الذين أفرج عنهم في زناز كبيرة جماعية تسع لأكثر من 20 شخصا، وبتنا ليلتنا آمنين ننتظر مجيء الصبح لنلتقي بالإخوان. ولكن في عز الليلة، في بالضبط في الساعة الثانية ليلا، أفقنا على جلبة وخبط على الأبواب، وأفقنا مذعورين لنجد مزيجا من الشرطة ومن رجال الدرك
يأمروننا بأن نلبس حوائجنا، كنا في وقت الصيف طبعا، ونترك أمتعتنا في مكانها زاعمين بأنها ستلحقنا إلى المكان الذي سنذهب إليه. في الحلقة القادمة أبدأ معك من هذا اليوم الذي ذهبتم فيه وراء الشمس، حيث مات الكثيرون منكم وكنتم في سجن سري رهيب، هو سجن تزممرت. أبدأ معك الحلقة القادمة من الطريق إلى تزممرت. شكرا جزيلا لك، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة السيد أحمد المرزوقي، أحد الذين شاركوا في محاولة الانقلاب على الملك الحسن الثاني في العام 1971، وأحد الناجين من سجن تزممرت الرهيب. في الختام أنقل لكم تحية فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.